العاملون عليها، يعني الذين ولاهم رئيس الدولة أمر الزكاة، يأخذونها من أهلها وينفقونها في مستحق هؤلاء هم العاملون عليها. فيعطيهم رئيس الدولة، يعطيهم مقدار أجرتهم ولو كانوا أغنياء، لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة. فإذا قدر أن العاملين عليها أغنياء قلنا نعم نعطيهم ولو كانوا أغنياء، لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة. إذا قال مثلا ولي الأمر هؤلاء الواحد منهم إذا عمل بالشهر فراتبه 1000 ريال، نعطيهم على 1000 ريال من الزكاة، وذلك لأنهم يتصرفون في الزكاة لمصلحة الزكاة فأعطوا منها. لكن إذا أحب ولي الأمر أن يعطيهم من بيت المال المسلمين المال العام ليوفر الزكاة لمستحقيها فلا بأس.